ينافس جن احمر. انتوا السودان ما حق زول السودان حقكم، انتوا دفعتوا الثمن. السودان حقكم انتوا اللي وقفتوا في الشوارع ونحن معاكم. وبالنسبه للتسامح مع الاسلاميين، اي زول داير يجيب في الطريق بتاع التسامح مع الاسلاميين والله يعمل حسابه، مش حنغلبه نحن المره دي. يعني حيكون ردت فعلنا اصعب من اول. اسلامي واحد تاني لو من هنا وبدينا خدمه الجنه ما دايرينه. واي زول بيخط يده مع الاسلاميين وزاك اتفضل اطلع برا. السودان حقنا نحن، حقنا نحن السودان. نحن منو؟ نحن الناس صبرنا 30 سنه على الاضطهاد وظلم الاسلاميين، وده بعيدين من الاسلام تماما. ومن هنا اذا كان الحركات المسلحه او حكومتنا الأسى لو اصل اتجاهك للمصالحه مع الاسلاميين، من الناس اللي بيقولوا لكم اتفضلوا اطلعوا برا كلكم، الحاليين والجايين والاسلاميين الداخل السجون. ومن هنا انا بوجه رساله لرئيس القضاء والنائب العام، اذا ما اتحركت محاكمات من لسا بالنسبه للمرتزقه المجرمين الجوع، والله المره دي ترى سنحل حل قومي. وتاكدوا تماما من حاجه واحده، نحن المواد بقينا نشتهيه، السمك ما بخوفه بالبحر. نحن كانوا انتوا قلتوا عندكم قوات وعندكم جنجويد، نحن ما بنخاف، المواد بقى عندنا عادي. اذا النائب العام ورئيسة القضاء ووزير العدل ما يتحرك في محاكمة المجرمين الجوا، بعد ده لا عذر للمهنزر. ونحن اتكلمنا كثير وصبرنا، قلنا بلدنا في مرحلة ما بتتحمل انشقاق، لكن بعد الله اكبر عليكم. وبالذات البشير وزمرة الجوا ده، احنا والله بعد ده ما بنصبر عليهم اكثر من كده. ليه انا قلت الكلام ده؟ عشان اقفل الباب لاي مصالحة مع اي اسلامي، وديل ما اسلاميين ديل كفار. واي زول بيكون معاهم في القصه دي والله يتوقع انه نحن حنشنو. نحن دايرين حاجه واحده، دايرين بلدنا تمشي لقدام، بنصالح في حاله واحده. اذا كان الزول الدارين نصالح مع ده بيجيب، مش بيجيب الشهداء. انت لو كنت قبل احترفتها قلت انا كتلتها، ولا الا السدين لو جو قالوا نحن كتلنا الشهداء. ربنا خلق الناس بيخفي، نحن بني ادمين. انتوا استصغرتوا بالشهداء وبشهادتهم وبمكانتهم، نحن نستصغر منكم اكثر واكثر. ونحن ما بنخاف من اي حاجه حاصله، ونحن ما في شيء بخوفنا. ومن هنا كنا فاهمين لجان المقاومه الترس الصحي للسودان، لجان المقاومه عموما بغض النظر عن السودانيه افريقيه انجليزيه، اللهم سوار. ونحن كوسر انا شخصيا ومهزاه سمعت الاشاعات دي كثيره، لكن يا ريت كنت اسمع من انه الناس اللي انا بيحتلون القضايا تحت الشهداء يكونوا غير الاسلاميين، كنت بتقبلها. لكن اقسم بالله انا بقول لكم هنا وتحدي وبالفم المليان، الاسلاميين ده لو من الدوري تذكره للجنه والله ما دايره، ولا انا بشيل منهم حاجه، لانه دماء اولادنا كلهم من 89 لحد هسه ظفر منهم بسبب كل الكلاب المرتزقه جوا دي. ونحن بعيدين كل البعد من الالتهاب ده. لكن اثر منفعله وزعلانه ليه؟ زعلانه قالوا الشباب جابوا الثوره قاعدين ينظروا ويتكلموا ويعملوا، وقال هنا قال لا كاتفوا كاتفوا. شوفوا بدايه بلدكم من بدايتها وين ونهايتها وين، ونحن سندكم البلد حقتكم انتوا وجايكم الحكم. ولن يبقى دي نحن ما محتضرينها اصلا ولاش مركزين معاه، لانه لابد يجي الحق. نحن صابرين 8 سنه على قضيه شهداء سبتمبر، قضيه واضحه وكان الناس كلها عارفينها، وهذول اصلا هم مجرمين عايشين في نعيم بيقولوا داخل السجون كله كذب ونفاق. لكن ما طالما العمر فيه بغية هن وكل الناس الداعمين لهم، اذا كانوا برا وجوه الله اكبر عليهم. حقنا ما بيخلي لهم شنو ما كان. واي حكومه، الحكومه دي اي ناس داخل الحكومه او مساندين الحكومه عندهم يد في انهم يدعموا الناس اللي جوه ده، والله وزاتهم يقول لهم اتفضلوا اطلعوا برا، وما يقدروا يتخطوا ولا خطوه من غير ما يرضوا الشعب السوداني. زمن العوار انتهى، زمن السكات انتهى، زمن الخوف انتهى. حقك تلاوي وتطلعوا، وبعد ما تطلعوا تكسر سيد الزول الكعرس الرقابه سيد الزول الباقي. السلام عليكم.